عندنا نقص حاد في المي المالحه وفي المي الحلوه. يعني انا لما يكون عندي 9 افراد بدي اقل شيء 250 لتر بالحد الادنى بين جلي وبين مي حلوه، مش قادرين. يعني انا شايف في عجز فظيع في المنطقه، وبعدين الاف النازحين اجوا من الاقليمي ومن مناطق ثانيه اخرى، فالمنطقه بحاجه الى دعم ماس لفحر اكثر من بير للمنطقه. اما في مذبحه على المي من اول حرب لهالقيد لنا 9 شهور، واحنا بنعاني من كل شيء، بنعاني من ناحيه الميه، بنعاني من ناحيه الاكل، بنعاني من ناحيه من كل شيء بنعاني. يعني احنا عايشين بخيام برضه، مش مرتاحين. لامتى الحياه بدها تضلها هيك؟ يعني الواحد زهق، يعني كثير احنا تعبنا في هالحياه. يعني من كل شيء بنعاني، من كل، مش من بس الميه، من كل حاجه بنعاني. من الساعه 5 الفجر حتى المغرب واحنا بنجري عشان نعبي قزازه زي هذه لتر ميه بشرب فيه 16 نفر عندي في البيت. هذه معاناه كبيره ومأساة كبيره.